ليه انا بهتم بالانفصال العضلي في معظم فيديوهاتي؟ ده سؤال مهم جدا. انا فعلا بحب يا جماعه اتكلم كتير عن الانفصال العضلي لان هو موضوع جديد ومش كل الناس عارفاه، ونفسي بجد اعمل حمله للتوعيه بالانفصال العضلي وباهميه العلاج الطبيعي في علاج الانفصال العضلي. الانفصال العضلي يا جماعه مشكله بتواجه معظم السيدات بعد الولاده، وبيبقوا مش عارفينها ومش عارفين يكتشفوها ازاي ومش عارفين ايه علاجها. فعشان كده انا نفسي ان احنا كلنا نعمل حمله للتوعيه، ولو تعرفي حد قولي له او ابعتي الفيديو اعملي شير للفيديو، ان فعلا الموضوع مهم جدا وبيحمينا من مضاعفات كتير. يعني لو عملنا علاج طبيعي للانفصال العضلي ده بيحمينا من مضاعفات ويحمينا من دخول عمليات زي مثلا دخول عمليه للفتاء او مشاكل كتير بتحصل للبطن وضعف جدار البطن ومشاكل في الام الظهر ومشاكل كتيره جدا بسبب الانفصال العضلي. فاحنا فعلا يا جماعه لو خدنا علاج طبيعي للانفصال العضلي هنلاقي فرق كتير جدا، وبشهاده معظم الناس الحمد لله اللي جات لي لقوا فرق ومش موجود عند اي حد تاني، وراحوا الناس كتير ما لقوش حد بيعالجه بالطريقه اللي انا بعالجها. وتابعوني لمزيد من الفيديوهات المفيده.